دعاء الجوشن يوم الثلاثاء. يا رب يا من أزر الجمين، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك السترة، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع الأذن بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا دافع كل بلوى، يا منتهى كل شقوى. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا رب يا ذا الصف العظيم، يا كثير الخير، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملقي. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا رب يا مصور، يا مدبر، يا مسير، يا ميسر، يا مجيد، يا رب البيت الحرام، يا مشر الحرام، يا مرقن والمقام والبلد الحرام والشهر الحرام، في الهل والحرم والنور والظلم، والتهية والإقراء والسلامة البين الأنام. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا رب يا حكم الحاكم، يا أصدق الصادقين، يا أحسن الخالقين، يا أسرى الحاسبين، يا أسمى السامعين، يا أكرم الأكرمين، يا زخرى من لا زخرى له، يا سند من لا سند له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا ربي وأسألك باسمك، يا قائم يا دائم يا عالم يا سالم يا رحم يا حاكم يا عاصم يا قابض يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا الصفة العالية، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العصمة المنية. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا رب يا عالم الخفيات، يا كاشف الآفات، يا مزيل البليات، يا بديع الأرض والسماوات، يا جائل النور والظلمات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا رب يا عاصم من استعصمه، يا راحم من استرحمه، يا غافر لمن استغفره، يا ناصر من استنصره، يا حافظ من استحفظه، يا مرشد من استرشده، يا مغيث من استغاثه، يا معين من استعانه. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا رب يا واحد، يا ماجد، يا شاهد، يا جاهد، يا عائد، يا مساعد، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا عالم من كل عليم، يا أهلم من كل حليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدر من كل قدير، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعظم من كل عزيز. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا ربي يا من هو في أحدي وفي، يا من هو في وقايته قوي، يا من هو في قربه علي، يا من هو في علوه قدير، يا من هو في قوته لطيف، يا من هو في لطفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد، يا من هو في حمده علي. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. أسألك يا الله بحق هذه أسماء عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله محمد، وأعوذ بك من عقابك، وبرضاك من سخطك، وبك منك جل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. اللهم رسنا بعينك وعونك، ولا تقلنا إلى قلاية غيرك، وهب لنا عافية، وهب لنا رزقا واسعا، واقفنا شررنا، تصفرنا أصفرنا أعدائه، إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل دعانا، واختم لنا بخير أعمالنا، وعنا بالحلم، وربنا بالحلم العلم، وأقرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعل ملك الموت لقبض أرواحنا شفيقا رفيقا رؤوفا رحيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.